واضح ان انت يعني اجدت اختيار جهازك يا كابتن ميدو. الحمد لله نعمه من عند ربنا. نعمه من عند ربنا. واضح ان الجهاز بيحبك والنجاح اللي انت عملته ده ما جاش من الفراغ، اكيد جه من ان انت مدي لكل واحد مساحته وبتحترم شغله وبتحترم الدور اللي بيأديه وما تقعدش تناقش معاهم في اللي بيفهموه، وده في الاخر كان مردوده كويس. طب كابتن خلينا نقول احنا توت الدوري خلصت اول امبارح، عندك بطوله جايه فتره يعني اسبوعين ثلاثه بتهيألي، المواعيد جات لي بس طبعا ما تحددتش بشكل كبير، هو اول ميعاد يوم 7 باين ماتش الشرقيه الدخان، هتعمل ايه الفتره دي؟ والله الحمد لله هم اللعيبه عندهم مخزون كويس جدا من التدريبات سواء البدنيه او الفنيه، مدينا اجازه امبارح والنهارده وان شاء الله هنبتدي بكره يعني عادي خالص، وبعده ان شاء الله ماتش الشرقيه للدخان. هحاول بقدر المستطاع ان انا الاعب اللعيبه اللي مشاركتش، عايز العب لعيبه صغيره، عايز العب عبد الرحمن الحسيني، عبد الرحمن سعودي، عايز العب عبو لازم ياخد قدر من يعني بيتمرن بقى له شهرين تقريبا بيدي بصراحه بقوه شديده جدا، عايز ترجعه تاني، عايز ارجعه تاني ان شاء الله وباذن الله يعني لازم قطب يلعب، حسام طبعا مش بعيد عن الملعب، كل دول لازم ان شاء الله يلعبوا بكميه كبيره شويه يعني ان شاء الله بتجهزهم طبعا اكيد هتحتاج لهم اكيد في المباراه النهائيه أكيد ان شاء الله لما نوصل ان شاء الله. طب يا كابتن يعني اكيد مباراه الكاس دي بعد اي بطوله الناس بتخشى من ايه، انا اكلم حضرتك بكل وضوح وكل صراحه، بعد اي بطوله كبيره الكيرف اكيد بينزل، وحضراتكم كباتننا واحنا في الملعب طول عمرنا مع بعض وعارفين الموضوع ده، بيبقى بعد الكيرف عالي اكيد لازم بينزل شويه حتى الفرق الكبيره، هتعالج ده ازاي؟ هم الولاد عندهم مخزون بدني وفني كويس جدا، احنا لسه مخلصين اول امبارح يعني مش من فتره، لا يعني نفسيا يعني بتحس ان اللاعب غصب عنه بيبقى ساتوريتد، بيبقى حاسس انه خلاص، انت هتعالج ده ازاي يعني؟ انا معايا الحمد لله لعيبه زي ما سامح قال كده، عبد الله واحمد وحسام والناس دي شاهم، يعني بقول ما حدش بيشبع بطولات فيهم خالص، وده اللي بيعلموه للناس اللعيبه الصغيره. عادل يعني عندك محمد عادل ده اتغير 180 درجه صحيح. من ساعه لما جه من سموحه، احمد صحيح. سعيد، الناس دي كلها اتغيرت تماما، بقت يعني فعلا بتخاف جدا على المكسب والخساره، يعني انت تشوفهم بعد ماتش طلع الجيش كلهم كانوا عاملين ازاي صحيح. يعني عشان خاطر الواحد يطلعهم، محمد عادل دي لقطات لمحمد عادل اهو في الملعب ما شاء الله، يعني ما انا بقول لك الناس دي اتغيرت تماما اول ما جت النادي الاهلي، يعني فهم عارفين كويس جدا ان الكاس مهم جدا ليهم قبل وللجمهور ولمجلس الاداره ودي كلها مقدرين المسؤوليه، قصدي حضرتك ان اللعيبه نفسها مقدره المسؤوليه، فمش هتعاني هم، اللعيب من نفسه يفوق نفسه ويراجع نفسه الموت تاني، فده الامور ده بتبقى اكيد جيده جدا. طب كابتن سؤال برضو، حضرتك متابع لعيبتك اللي انت مطلعها اعاره بره، متابع اللعيبه اللي طالعه، يعني اكيد انت خرجت لعيبه، حضرتك بتضحك لان هو ده حقيقه، انت اكيد عينك مع فرقتك وعينك مع لعيبتك اللي بره صح؟ اكيد طبعا يعني متابعهم شايف ان شاء الله عامل حسابي كمان ان هم يرجعوا السنه الجايه، سواء كان يوسف صافي او يوسف مرجان، واحتمال في حد يطلع اعاره تاني يعني لسه برضو التصور العام بتاع الفرقه لسه، عشان تعرف طبعا لازم يتم التجديد في مجلس اداره، ونبتدي نتكلم انا والكابتن رؤوف على التفاصيل دي كلها يعني، وان كان في ملامح يعني للموسم الجاي ان شاء الله باذن الله، لكن انا متابع كويس جدا اللعيبه، كان همي كله ان يوسف ياخدوا ماتشات كتير في الدوري، وده اللي حصل، واديتهم لايد امينه يعني لبتروجيت مدير فني محترم، وطبعا هاني ومش غني عن التعريف طبعا. يعني ولعبهم كتير جدا وكنت متابعهم طبعا يعني اكيد، ودي حاجه برضو يعني تتحسب، لان هو انت دائما ابدا كل سنه طالع لك اربع خمس لعيبه الله يكون في عونك، بيبقى موضوع صعب، وكمان بيبقى طالع لك احسن لعيبه في افريقيا، احسن ضارب في افريقيا، يعني طالع لك اسامي بتبقى يعني انت بتبقى محتار اعمل ايه، وفي الوقت نفسه انت عندك نجوم وسوبر ستارز وحقيقي نتائج كبيره جدا، فانت عندك مسؤوليه بصراحه صعبه.